المغناطيس. انظر، لقد وجدت عصا سحرية. انظر، أيتها السيارة اقتربي، أيها القطار اقترب. أرأيت؟ انظر الآن، أيتها الكرة اقتربي. اقترب، اقترب. ها، ماذا حصل؟ لماذا لا يتحرك؟ آه، إن هذه العصا التي بيدك لا تجذب إلا الحديد. أتعرفين لماذا؟ لماذا؟ لأنها ليست عصا سحرية. ليست سحرية؟ ما هي إذن؟ فلنسأل الأصدقاء. أتعرفون أصدقائي ما اسم العصا التي بيدي طيف؟ هل هي عصا سحرية؟ عصا خمرية؟ أم مغناطيس؟ أحسنتم، إنها مغناطيس، والمغناطيس لا يجذب إلا الحديد. أرأيت؟ المغناطيس يجذب الأشياء المصنوعة من الحديد فقط. كنت أعرف من البداية